هذه القصيدة طلبها العم الكبير أبو محمود. ولا الله بعد حرب ثلاث ساعات مو ست أيام ثلاث ساعات والله بثلاث ساعات سلموا البلاد. العيال قالوا يا زلمة دبر لنا دابة نحرث الأرض يا والله أنا يوم من الأيام في رام الله لكاني واحد صاحب إلي من كراوة بني زيد بقول له يا أبو نادي في حواليكم دابة للبيع؟ قال والله في يا أبو سليمان في حصان عند أبو غالب بده يبيعه. قلت له ان شاء الله انا في اخر باص بيجي عليكم من بكره. والله في اخر باص روحت على كراوه عند الاجاويد اللي شروا هالحال احييهم. الدنيا عتمت تالي شهر بعد العشاء اجى ابو غالب اللي عند الحصان قال تعال اتفرج عليه بحرت من بعيد على العتمه الحصان وافي بيش ما بيش اتفقنا على حق الحصان بثمن دنانير. قلت له يا ابو غالب خذ هاي اربعه وبعد شهر بيجينك الاربعه الثانيات. قال بهمش يا ابو سليمان اللي عندنا واللي عندك واحد. قلنا له يا عمي انا من بكره بركب في السياره وخلي ابنك يجيب لي اياه عرام الله. والله ركبت انا الصبح لكاني ولد من الاولاد محمود الله يرضى عليهم ويبعد الشر عباد الله عنهم وهذا محمود بقى محكوم 8 سنين. أقول له وين يا أبا؟ قال والله يا أبا بجاي نتفرج. كنا له بتيجي على طريق المركز في ولد راكب حصان أحمر أصبح من قدام كله أنا ابن محارب ذيب أخذه وروحه يا أبا. والله الولد فرح قال يا أبا قلت نعم كان حط خميرة بالك. قال يا ابا بارك ندعيك حوالي عطبة نار من خوف الحسد والعين. قلت له ادعيك يا ابا الله يرضى عليك. والله الولد روح في الحصان ربط في المخزن جاب بيجي 3 طرطار طحين وعجنهن في المخزن وملغس الحصان من زكمه لصدره. بدال ما يجيب عطبة نار اللي هو جايب حملة حطب عن هالسياج ادعك في المخزن. انا روحت العصر بقول لحصان يا اولاد قالوا يا بابا بالمخزن. يوم بحرت عليه اللي هم ملغس عجين من زكمه لصدره. والله يا جماعه هذا شو صار؟ اشرت على عينيه واحده بترمش وواحده لا. بحرت على يديه اللي هي واحدة ساق وواحدة كد الجراب خربانة. مية بس. قلنا لهم يا اولاد اطلعوا على الحصان خليه يتمرغ. يا رجال فاضي اللي هو باقي مع حوسه. نام من الظهر ما كمش الا غياب الشمس. يعني كرايبنا الخواجات لو بطعموا خبز مش رايح يجوع. الله حطوه في كنب الجيش بيجي واحد من الخواجات تا يركبه بعضه في ايده الا هو مطلع لحم جيده في اسنانه. هذاك معاه اسفنج
ضرب في غليظ البرج اللي هو قاص مكان لي الله روح من هون اصحابك يلا. والله اللي هو جاي بعرج كنا مليح اللي ما كان مدعوة عن ولي امر الاحصان كانوا كينا في جريمة. الشارع العام اجوا الجيران في الرام قاموا الصياح بدهم يجيبوا سيارة البلدية من القدس ويجيبوا الشرطة. والله الا ولد اسمه عزات بقول لي يا ابو سليمان اذا بتيجي سيارة البلدية من القدس وبتيجي الشرطة بتكلفك العملية 40-50 دينار على الاكل. في مركة الواحد بيسوق سيارة ست روس اسمه عادل من الرام. وقلنا وين يا عادل؟ قال والله معي نكلة نحاتة من جصارة ابو شوشة وبدي ارميها في بير نبالة وانا راجع. كنا بنربط الحبل في هالسيارة وبنجرها الحصان عن الطريق. والله اجى عادل ربطنا الحبل حطيناه في السهل في قسمة بور باكة مزروعة من غرب بامية ومن شرق بامية. اجت صاحبة الزراعة قالت يا عمي انا في وجعة راس وهذا حصانك والله ما احنا كادين نخش الارض من ريحته والله غير اروح على المقاصد وعلى ونام وانت تدفع اجار نومي في المقاصد. عاود ثاني مرة عادل كنا له يا زلمة اعمل المعروف انفضحنا بدنا نقيم الاحصان على ارض الجبل. والله جرنا على ارض الجبل ما هو بقت دائرة الاشغال عندنا الطريق تبقى 3 امتار وبيعوا الزفتات يخلوها مترين. اشهد الله يا جماعة اني حضرت ورشة لدائرة الاشغال بقينا 6 وقيفة و4 عمال الستة الوقيفة على 4 شغيلة. الله لا يورينا اياهم يا شيخ. والله طلعوا معانا ناس كثير على هالجبل في الجنازة. سكرت الخط صرنا السيارات يجين اللي ورانا يا كفن ما حدا قادر يفوتنا. والله يوم عديت لهن 24 سيارة قلنا للحصان اي والله ملك من ملوك العرب مصح لها الجنازة دخيل اللي خلقك. قالوا بالله يا ابو سليمان ما كنت قصيدة على الحصان كنا انبلى والله بنقول. انا عيندكم ما بنامي
أين وبمشي في الظلام. أي عليكم يا حرامي الغشيتون بهالحصان. قالوا لي اسمع يا رجال إحصانك والله عمال، لكن من ضار وبطال وعاكل ما بضربش إنسان. أي خالص من عند الحشيش وديته على كلب الجيش. أي ضرب برجله هالشاويش وكسر رجله من العصبان. حصانك مات. اي نادينا اهل الهمات ايجوا نكبر هالحصان. الاجاني عادل يا رجال رابط في السيارة حبال. اي قال يا ربي هد البال ويجبر كل خاطر. قلبي مش مسرور. اي قاموا كل اصحاب الدور يصيحوا من كل مكان.
صار فينا وعمرنا على الملاهي صار فينا. انا لاخبركم عن اللي صار فينا وخذالي من دولنا على ذناب. Oh,